ننتقل إلى موضوع هام يتحدث فيه العديد من المواطنين أو بيتحدث فيه الكثير من الناس، وهو موضوع القمح. الحقيقة عدد من الإجراءات الاستباقية عملتها الدولة ساهمت بشكل كبير في زيادة القدرة على مواجهة أزمة القمح العالمية، وبقى عندنا مخزون كافي وكمان محصول منتظر بإذن الله على بداية شهر أبريل اللي جاي. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور رضا محمد مدير معهد المحاصيل الحقلية. دكتور رضا صباح الخير، وفي البداية خلينا نتكلم عن الوضع الحالي فيما يخص المساحات المزروعة من القمح. ايوه فندم، صباح الخير استاذ ياسر، صباح الخير استاذه منى، تحياتي لحضراتكم والساده المشاهدين. صباح الخير اتفضل يا فندم. كل ما عايز احب بس اطمن الساده المصريين جميعا بالمخزون الموجود الحمد لله، يمكن القياده السياسيه والساده الوزراء المسؤولين اكدوا للشعب المصري الفتره اللي فاتت في تصريحات اتكلموا ان المخزون يكفينا الحمد لله ما يكون من 4 أو 5 شهور في الوقت اللي فيه موسم حصاد القمح اللي هيبتدي ان شاء الله في نص 4، وده بيكفينا ان شاء الله ما لا يقل عن 4 أو 5 شهور، فما فيش ما يدعو للقلق الحمد لله خالص بالنسبه للقمح. عندنا ما يقرب في الفتره الجايه ما يكفينا ان شاء الله ما لا يقل عن 9 إلى 10 شهور، دي بالنسبه للوضع القمح حاليا. نعم. طبعا القياده السياسيه مثلا بتهتم باهتمامات غير عاديه بالمحاصيل الاستراتيجيه على راسهم القمح. السنه اللي فاتت كان عندنا مساحه ما لا يقل عن حوالي 3.4 مليون فدان. السنة دي زادت المساحة ما لا يقل عن 260 ألف فدان عن السنة بالمقارنة بالعام اللي فات. نعم. ده هيدينا الحمد لله ما يقرب حوالي تقريبا توريد ما يقرب من حوالي من 4 لـ5 مليون طن. متوقع السنة دي إن التوريد يزيد ما لا يقل عن برضه بالازدياد نظرا إن المساحة زادت مقارنة بالعام اللي فات. نعم. طبعا الحمد لله يمكن برضه باهتماماتنا بالنسبه للقمح اللي سمعنا من فخامه الرئيس من كام يوم بيتكلم ان مش انا الزياده بتاعت السنه دي 260 الف ريال ان شاء الله هتكون ما يقرب من حوالي 500 الف فدان السنه الجايه، السنه اللي بعدها هيكون مليون فدان. لما نيجي نجمع المساحات دي كلها هنخش في حوالي تقريبا ما لا يقل عن 5 لـ5 مليون فدان. ده يوصلنا بانتاجيه توصل لاخر ما يقرب من حوالي تقريبا تزيد ما لا يقل عن 2 مليون طن بعد السنتين دول، يعني الحمد لله نقدر نوصل للحد الامن ونقلل ما بين الانتاج والاستهلاك بتاعنا. نعم. طيب دكتور، لو جينا عشان نفهم بس كده مبدئيا، لما نيجي نقارن بين الانتاجيه الحاليه والانتاجيه منذ سنوات، الوضع الان والوضع قبل سنوات، كنا بنعمل ايه وكنا بنزرع ايه في الفتره اللي فاتت؟ يعني خلينا نتكلم في الفترة اللي فاتت أو في السنين اللي فاتت دي كلها كان ما يصل على مستوى حتى مجموعة الأصناف اللي بتزرع في مصر كان ما يكون من حوالي من صنف أو 2 أو 3، حاليا بقى أصبح موجود من خلال معهد المحاصيل العقلية وقسم بحوث القمح ما لا يقل عن 20 صنف منتشرين في جميع قرى مصر. هذه الأصناف بتتميز بالمحصول العالي بمقاومتها للأمراض. من قبل كده مثلا كنا بنتكلم في مساحة ما لا يقل عن كان مساحة دي زادت ما لا يقل عن من 1.5 لـ2 مليون فدان، النهارده اصبح معاك ما لا يقل عن 3 و4، السنه اللي فاتت السنه دي 3.6 مليون فدان. احنا الدوله بتولي اهتمامات غير عاديه بالقمح في الفتره اللي فاتت، كل محطات التصدير طبعا على راسهم القمح. نعم. دكتور، يعني احنا بنتكلم عن طبعا كان حصل في الفترة الأخيرة تغيير في مفهوم عملية تخزين القمح، يعني كانت الشون في السابق شون ترابية ثم تطورت وأصبحت شون حديثة كما نرى ونتابع طبعا في المشروعات الجديدة اللي بتدشنها الدولة. هل ده يا فندم فرق في موضوع استهلاك القمح أو تقليل استيراد القمح؟ دي نقطة. والنقطة الثانية، احنا بنحتاج قد ايه قمح سنويا مصر كاستهلاك، وبننتج منه قد ايه وبنستورد ومنين؟ نعم. اتفضل يا فندم. لما نيجي نتكلم في الفترة اللي فاتت طبعا ما كانش في عندنا ما يقرب القدرة الاستيعابية في مصر ما كانش بالجمال او بالقدرة اللي موجودة حاليا. احنا بنتكلم على صوامع القدرة التخزينية بتاعتها ما لا يقل عن 4 مليون طن اللي ما بنقدر حاليا. دلوقتي قبل كده كان بيتم بشوان أرضية كانت بيتم فيها التوريد القمح بشكل ملفت، يعني بشكل حاجه يعني مش كويسه خالص، بينتج عنها فقد ما لا يقل عن 20% فقط. يعني مثلا احنا بننتج مثلا ما يقرب من 10 مليون طن، تخيل الفقد كان اكبر نسبه كميه او اكبر كميه من نسبه 20% دي بتتم في مرحله ما بعد الحصاد.
نعم. ليه؟ عشان ما عندناش قدرة استيعابية ممثلة في صوامع جيدة زي ما هو موجود حاليا. لما نيجي نشوف مثلا برضه من ضمن مجهودات الدولة، معلش معذرة كنت نسيت أتكلم في مجهودات الدولة أو مجهودات ممثلة في وزارة الزراعة أو مجهودات ممثلة في الدولة، فإن إحنا بنزود مساحتنا ونشغلين على كذا محور تنمية، ما كانش الكلام ده بيتم بالشكل المتاح حاليا. لما نتكلم على محور تنمية رأسي، وده بنعظم فيه الإنتاجية من خلال وحدة المساحة، وده بيتم من خلال الحملات القومية المنتشرة في جميع قرى مصر من إبل وبحري، والحمد لله ده تم في الفترة الأخيرة ونتج عنه زيادة المتوسط الفدان من حوالي يمكن في الفترة اللي فاتت كان في 12 أرداب، النهاردة أصبح سهل جدا للمزارع إن هو يوصل ل 20 وأكثر من 20 أرداب بالفدان، وده ما كانش بيتم قبل كده. برضه نتكلم برضه على مستوى زيادة المساحة الجديدة اللي ضافت النهاردة من شارع عوينات لتوشكا لمستقبل مصر. دي عايزين نتكلم عنها بالتفصيل دكتور محمد. مساحات كتيرة انضافت من المساحات المستصلحة وأكيد أثرت على زيادة محصول القمح، بس عايزين نعرف أصلا بعد ما تم استصلاحها دي الأراضي، مين اللي وجه أو إزاي المزارع اتوجه أنه هو من الأفضل أنه هو يزرع قمح، يعني سواء كان هيكون هو كسبان في نفس الوقت وفي نفس الوقت إحنا هناخد منتج أفضل وآمن وبجودة أفضل. السنة يا فندم حصلت حاجة جميلة جدا ما حصلتش في تاريخ القمح أبصر من السنة اللي فاتت برضه، اللي هي إن احنا نعلن عن سعر توريد القمح قبل الزراعة. كان كل سنة بيحصل إن احنا بعد توريد القمح بيتم بعد زراعة القمح في موسم الحصاد بيعلن على سعر توريد القمح. السنة دي بالذات حصل إن احنا أعلنا عن سعر القمح قبل الزراعة، وده نتج عنه إن زادت المساحة اللي أنت شفتها سعادتك اللي احنا بنتكلم فيها ديت أعلى مساحة في تاريخ مصر إنها توصل ل 3.6 أو 3660 ألف فدان. دي ده متاح. حاجه ثانيه بنتكلم فيها بالنسبه للحاجات، يمكن كان حصل اجتماع في اليومين اللي فات دولت ازاي ان احنا بنولي في اجراءات عشان نريح الساده المزارعين، في حين يكون القمح مجرد ما بيتورد مجرد ما يحصل له على طول لان هو بيتعاقد على طول بياخد في يومها او ثاني يوم ياخد سعر القمح. كل الاجراءات اللي بتسهل دي بيجي بتخلي الفلاح يبقى بالاجراءات السهله دي ان هو يقبل على زراعه القمح. نعم. طيب دكتور رضا، يعني احنا عايزين نعرف بالفعل يعني هل تم تحديد زي ما حضرتك ذكرت في حديثك ان تم تحديد سعر توريد القمح من قبل الحصاد، هل بالفعل السعر ده يعني حدد وبالفعل سعر عادل؟ وايضا نقطه اخرى وهي كان في على مدار سنوات سابقه كنا بنتابع يعني كان بيبقى في اصطفاف وازدحام لموردي القمح من الفلاحين على اماكن تخزين او شراء او استقبال القمح منهم وكانت بتحصل بعض المشكلات، هل بالفعل تم القضاء على هذه الظاهره؟ الحمد لله يمكن الكلام ده ما عادش، يمكن السنه اللي فاتت اتت ثمار الاجراءات ديت ما كانش في ابدا طابور والمشاكل اللي كانت بتتم في الفتره اللي فاتت في توريد القمح. احنا الحمد لله بنشوف كان قبل كده كان يمكن الميديا كانت بتصور في السنين اللي فاتت قبل كده كان الفلاح بيعاني في لما يجي يورد القمح، النهارده الحمد لله اصبح في نقاط كتير جدا تجميع القمح عشان في مرحله ما قبل التوريد بشكل نهائي للصوامع. الكلام ده الحمد لله تم بشكل كويس جدا في السنه اللي فاتت او اللي قبلها، فما عادش ما يمنع ذلك، ما فيش ما يقلق الفلاح ان هو يورد لاقرب مكان له في نقاط بتحددها الدوله او بتحددها الوزاره المعنيه عشان تقدر تاخد من المرحله السباقيه منها للشوي او الصوامع بعد ذلك. دي حاجه. الحاجه الثانيه احنا عملنا في جهه عشان نقدر نقول والسعر اللي احنا اعلنا بيه وكان في زياده بالمقارنه بالسنه اللي فاتت ب 100 جنيه او 120 تقريبا 820 جنيه للارداب الفدان. ما هو ده هو ده اللي كنت بستفسر من حضرتك عنه، لانه ممكن اثناء التنفيذ او اثناء الدوره الزراعيه بتزيد التكلفه على زارع القمح او الفلاح، فلو السعر يكون محدد سابقا. بص يا فندم، عندنا الحمد لله قياده سياسيه واعيه جدا ودايما عليها درايه كامله بالاحداث اللي بتحصل، ومفيش ما يمنع ابدا، وارد جدا القياده السياسيه انها ممكن تشوف ما يمنع ما يكون في مصلحه المواطن ومش ما بترددش في انها تعمله وتنفذه. فوارد ممكن وارد يحصل حاجات كتير جدا في الفتره اللي فاتت اللي جايه ان شاء الله. نعم. ايضا ظاهره تخزين القمح، منا يمكن انت عايزه تسالي هذا السؤال، ان هو كان في تخزين القمح من الفلاحين لانتظار ارتفاع سعره، هل هذه الظاهره انتهت؟ يا فندم الحمد لله يمكن عندنا درايه كامله ووعي كامل من خلال الندوات اللي بتتم
في على مدار الموسم ان الحمد لله عندنا يقين ان يمكن السعر ده وين كان برضه الحمد لله بالمقارنه بالسنه اللي فاتت سعر كويس ومعقول ومجزي، اللي برضه وارد جدا زي ما قلت سعادتك انه يتم وارد جدا ان يتم تعديل السعر ده من خلال القياده الاساسيه لما تشوف ان في احداث وتداعيات اللي بيحصل حوالينا انها ممكن وارد جدا انها يتغير السعر ده للافضل. اه طبعا وارد جدا، وده برضه بيشجع وبيحمس المزارع انه يورد القمح بتاعه من خلال المناقات اللي هي بتاعه تجميعه منها للشوال للصوامع. اكيد دكتور محمد، يعني احنا اتكلمنا عن زياده المساحه وعن المناطق المستصلحه الجديده، هل استغلينا ان احنا عندنا مساحه جديده في ان احنا استنبطنا انواع جديده بانتاجيه قد تكون اعلى او بجوده اعلى، او السنبله نفسها تكون بتدي انتاجيه اكبر، عدد الحبات اللي موجوده فيها اكتر؟ يا فندم زي ما حضرتك كده، بس من الموضوع طويل عشان نستفاد فيه، ممكن ان شاء الله فترات جايه او لقاءات اخرى ان شاء الله نوضح ان شاء الله ونستضيف حضرتك معانا ان شاء الله. عندنا مثلا بالنسبه لقسم بحوث القمح، طبعا عشان نعظم الانتاجيه من وحده المساحه خاصه في الاراضي الجديده اللي بيتكلم عليها فخامه الرئيس، هذه المساحات كلها بتعاني من الاجهادات البيئيه زي درجه الحراره العاليه، زي نسبه الملوحه، زي الجفاف. احنا كقسم احنا ما بنوقفش زي مثلا مكتفي الايدي في ان احنا بنقابل ظروف سائبيه صعبه، شغلنا الشاغل ان احنا ننتج اصناف بتتميز بالانتاجيه العاليه في هذه الظروف البيئيه الصعبه، على سبيل المثال زي جيزه 171، زي سخاء 95، زي مصر 3، زي مصر 4، هذه الاصناف الحمد لله تم تجربتها في جميع البيئات اللي هي بتعاني من الصعوبات البيئيه، والحمد لله ادت اداء كويس جدا وموجوده في مزارعنا الحمد لله في ابلي وابلي في درجه الحراره العاليه، وكذلك بتادي في مستقبل مصر انتاج كويس جدا وشفناه بنفسنا الحمد لله. الحقيقه احنا بنشكر حضرتك الشكر الجزير الدكتور رضا محمد مدير معهد المحاصيل الحقلي.